السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام، اليوم نقدم لكم معلومات عن فواكه نادرة. بعض الفواكه معنا هذه الفاكهة حسب جوجل تسمى الفاكهة السحرية. أنا قطف هذه الفاكهة وهي فاكهة غالبا ما تفسد بسرعة. هاد الفاكهة السحرية ديالها أنها المذاق المر أو الحامض كتردو حلو. إذا كلتي العنب حامض ولا شهدية حامضة ولا وضفتي معها هاد الفاكهة كتحس بأن الطعم حلو جدا. ما شاء الله ما شاء الله. هاد النبات كيكون بزاف كيديروه في جرادي ديال المدن، ولكن الناس ما عارفينش بان هاد الفاكهه راه كتكال. فاكهه عجيبه جدا، فيها اشواك. فاكهه فيها اشواك، ولكن الاشواك ديال هاد الفاكهه غير سامه، اشواك لطيفه. لاحظوا معي الانتاج ما شاء الله. معلومه ان هذه الفاكهه ما كتستمرش بزاف، بالنسبه الى قطفتيها خصك تاكلها. كتكون في البدايه عندها زهور بيضاء واشواك، كما قلنا اشواك لطيفه. وتؤكل اما هكذا كفاكهة تغسل وتؤكل، أو تضاف إلى العصائر. كما قلنا في البداية أنها تحول الطعم المر أو الحامض إلى طعم حلو جدا. والآن إخواني الكرام مع فاكهة نادرة أخرى وهي الكيوانو. الكيوانو فاكهة آسيوية ولدت إلى المغرب. كيوانو حاليا ثمن ديالها 25 درهم، ما بين 25 درهم و 50 درهم. هاديك شنو سيرة الدرهم؟ هاديك شنو سيرة الدرهم؟ الكيوانو تباع عند الفاكهان في المدن أو على جنبات الطرق، كما هو الشأن بالنسبة لهذا مكان أو نقطة البيع. والكيوانو نوع واحد فقط. بالنسبة لطريقة أكل الكيوانو، يغسل جيدا يغسل جيدا وتزال منه الأشواك، ثم يقطع هكذا، ثم يقطع. إما نأكله بالمعلقة كما قلنا، كنستخرج العصارة ديالها اللي الداخل بأي طريقة، كنعصروها ولا كناخذوها بحال هكا بالموس او معلقه وناكلوها. المذاق ديالها بحال الا كتشرب عصير الخيار والليمون، عصير الخيار والحامض. شكرا، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. اذا عجبك الفيديو اخي المشاهد، ما تنساش تبارطاجي معايا الفيديو ودير لايك وتفعل رنة الجرس ليصلك الجديد، لأجتهد مرة أخرى في معلومة أخرى.